الاهلي، نقفل موضوع كابتن خالد وموضوع اخر وتصريح اخر من الكابتن او الاستاذ احمد أمير امير مرتضى منصور وتصريحه عن فكره بطولات نادي الزمالك. بيقول شاركنا الموسم الماضي في 7 بطولات توجنا ب5، يعني انا مش عارف موسم ايه اللي يتحمل 7 بطولات وتوجنا ب5. توجنا ب5 منهم، والاهلي شارك في 5 بطولات توج بواحده، يعني واخدين سوبر واخدين دوري واعتبرها واحده، والنهارده في الموسم ده واخدين سوبر ومش حاسبها على معياره. اذا استمرينا على هذا الاسلوب خلال 6 أو 7 سنوات سنلحق بطولات الاهلي. استاذ امير، انت من حقك طبعا تفتخر بانجازاتك، ومن حقك تسعى لتحقيق البطولات، ولكن لو النادي الاهلي قفل النادي وبعد عن كل المسابقات، صعب جدا في خلال 6 أو 7 سنين تلحق بنص بطولات النادي الاهلي. بص احمد، اعتقد الحماس بيزود الرغبه في البطولات، ولكن الحماس محتاجين نعرف ان الدوري المصري الاهلي 41 بطوله، الزمالك 12 بطوله، الزمالك محتاج 29 سنه عشان يلحق بالاهلي، كاس مصر 36 بطوله، 27 بطوله الزمالك، الزمالك محتاج 9 سنوات عشان يلحق بالاهلي، سوبر المصري 11 للاهلي، 4 للزمالك، 7 سنوات عشان يلحق بالاهلي، دوري الابطال 8 5 يحتاج الزمالك 3 سنوات، السوبر الافريقي 6 ل 4 تحتاج سنتين. أعتقد تحتاج للكثير من الوقت لتفكر في عظمة وتاريخ النادي الأهلي اللي صعب جدا جدا تلحق بيهم، هي مجرد أماني. والأماني بقى اللي منا ليكم، خدوا بالكم من نفسكم، نسيبكم في حفظ ورعاية الله، وفي مصر دايما محفوظة، خليكم في بيوتكم وربنا هو الحامي. الأهلي جاب الاسم.